من داخل إحدى خيام ساحة الحرية تبلورت فكرة مسيرة راجلة تنطلق من مدينة تعز إلى العاصمة صنعاء رداً على المبادرة الخليجية التي رفضها قطاع واسع من شباب الثورة حينذاك. عندما جاءت المبادرة الخليجية وقبول النخب السياسية بهذه المبادرة اعتبرناها نحن في الساحة مع الشباب إنها مؤامرة على خط ثورة 11 فبراير وإنه الاستيعاب زخم الثورة واحتوائها. المحامي مصطفى الحضرمي كان واحدا ممن شاركوا في بلورة فكرة المسيرة الراجلة إلى العاصمة صنعاء والتي استقر الأمر على تسميتها بمسيرة الحياة. قررنا وحددنا الموعد للانطلاق بعد أن تم التدارس على مسمى. كان من يطرح انه مسيرة الزحف، من يطرح مسيرة الغضب، مسيرة كذا، فارتأينا ان يكون اسم ذو دلالة لما تحمله تعز من طابع مدني بانه نجسد به رابطة الخط الثوري من تعز ربطا الى ساحة الحرية، الى ساحة التغيير في صنعاء. بعد أن وجد عامل انكسار داخل ساحة التغيير. يتذكر مصطفى كيف ظل الثوار على مدى شهر كامل يتداولون المقترحات والآراء حول آلية تطبيق المقترح الذي لاقى الكثير من التأييد والكثير من التشكيك بصعوبة تنفيذه على الواقع. في خيمة المعافر تم التدارس والإعداد والتحضير على طوال أكثر من شهر، وتم تشكيل لجنة إشرافية عليا تقود المسيرة، كنت أحدهم، وأنا والأخ محمد صبر ومصطفى الشرعبي وعبد الحليم صبر والمجموعة كبيرة من الشباب المتفاعلين. نجحت فكرة مسيرة الحياة الراجلة وأحدثت فعلا ثوريا تاريخيا أعاد للثورة وهجها وسجل نقطة أخرى مضيئة في محطات ثورة 11 من فبراير. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.